مقتل القيادي بجيش إدلب الحر أمين حاج علي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته بمحطة وقود في بلدة كنصفرة جنوب إدلب. مقتل 4 أطفال وإصابة والديهما أثر انفجار لغم بمدينة طيبة الإمام الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بريف حما الشمالي. مجهولون يختطفون طفلين من عائلة واحدة في حي كرم الجبل بالقرب من دوار صاخور شرقي مدينة حلب. مقتل مدني بقصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف مدينة حريتان بريف حلب الشمالي. مقتل 3 مدنيين بينهم سيدة وإصابة آخرين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قبل النظام استهدف مدينة معرة النعمان وبلدة بدامة بريف إدلب. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الاستنتاجات الواردة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما في الغوطة الشرقية تدعم تورط نظام الأسد بالهجوم.